السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لانتي بداو ديالكم لوالا برنامج كان عافماتك برنامج كان وتضبط هذا اللي وكل واحد كذا وتان مباهية الديجان كسو مع ليدا سر تي في يعني بحاجة للسوسية سيدو كل واحد عرف كيف نستار دكتور عبد الساء محمد إفسي أو كل واحد دكتور فري أو برنامج كان غير مباهية دكتور تضبط واحد ولا سر بشيء برنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندو هاي ديار بارن واحي دكتور هاد بدو ما سنتي تطبعت كدو لهر هذا وحان ودنا موضوع موضوع مقع يسر وحوي هاي هدو ايه بيدم او داود ياشا عاد سؤالك هاي ودين دونا جوابي هيدنا نصيد دونتا وعاد كديريغا او قفكا كودا حانون كعاد كديريغا او سوالي دي ديگان كون دالو تاقان ترفي انشد مركا سؤال شيدك وادو حي تاي بل عاد كمحوي هاي نوفا فاهي عنيك داود ياشا لوقضها اجنبيغا لأنك أف صومالي ما كبحث لنا حنونك عدك ديريغا حيد مها كويا الله ورطو ميشو عدك ديريغا كويا الله وميش حيد مها يملوث يكون باللغة علوش قفك بلو آذك سيدة لوكال علول ويهي أيا حيد مها واللوكال ديريا صح قف بقى حيد ميه في اللبيئة 8 متريا قف نوحة ويا أفرتن يتضم متر وانقرت ميديا اللي سكوي ما دنا وصدن يلا متر وي مش از حيت مهم ما دام ولا فقد عنت ذاك اللوجو وحي سو خري ان فقدها مركا وكدم مايو ملوتك ايو اوجد بيا وانقرت ملوتك مركا اوجد بيا هل كانوا عاد كانوا كويا لا إلهي ما نقول له أبوري وحد حول او كقبته جيرك انه ما جيره وانقرت لكن ماشي اي اسكو بدليسو نفقاتي عنتدي اللي قلب حي اي صحراء كل نقونيسو ما لو تك كدبنا ريت دبد كنت جبت سالسا قفكو في الصحراء انت بدل وحنا ارغنا خولها مره لا قلو سدا اريغه او كلي ده مره علوش لسو ريده وحي وكجيرك لبخينيو حيدو سو صعده سالد ماشي كبلا بنيس جوج ايدي كوسكوس كيدي ايو ترتيب 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 الا يدبدا اي كبخايسو انت فا عاد كاسين بركا وعد جيرتي ان هلكا او غيا الله وعد وح الله لا اي وح او نوتليا او حد انغا ان فايده او كو دواقي كرنو ما جيرو واي هذا كويس دكتور عاد كاس مخو نوتري كرا او قفكو بلا ادم كو قبطا كل علامات ويه وابل يلعب صومالي بمحل ويلي هذا مركا تلفنج أبنات اللي حبيش كم حاتر تلفنج تلفنج توام حي وعدك ديريجا أبن ركز وعدك ديريجا صح بنت جد وطليان وعدك ديريجا عربي جنا سيدا صوصيك على أيوة لمديا وعي معناها عدك ديريجا ديريجا محوط ريا مركا دير وام ديري محوط ريا أبا وانقرت أبو تلفي مركا ماشي كل سوء عرفتي محاوك محوك وياه ما ترى لنا مركا الوقتي حبيش كم ستي تلفي بعتري تلفي هدو واحد ترى يتلفي لو ما بحيان واي وان قرت واي دكتور ديب كيسو محون نقوان كرايا اوكي ديب كيسو واي ترى بضانتا قلت الهي با نواتا بلو آذن كان أبوري ورشدن أسمي وحوشي ديسا هدي قف والبا و ديب وكينيو دوتكو نوغو دا قليم بي أحال هاي وان قرت لبك أوكينيو وحباء قلخ كما صبح كران بالمثلا عنتدي لسوشي لأن فقط اللي قال صبح صحابة الديار قروميسي واحد لعي كرتو قلوف ديجير أو كران الله سعوته أما قل لي إذا قلوف تيدا أما تبرت اللفتي إذا حروب يربا يسكال لها هاي حروب كاسو كلا أما عنتك كلا أو صحابة الديار صنع أيا كل عيسى إسكما صو صاري كرو وانقرت دي حد له افر يلا با تنسى جدهود اي و خو نقوليسا شيء و خو نقوليا و خو قرمي و ماشي كل نقوليا وانقرت وكا واي ان مر هذا ديب كي سي نو شكت انا غيو داودياش دكتور او تيرفين جاتكا ما عدك ديري او اد دباتاديسا ان وخبا تيرين اد شكت ان حقه ما لو غران كريا مركا
oo xilliga uu wax galeen lagu ogaanayo lama arko laakiin 24 saac labi iyo 24 saac xilliga infection ku meesho ay caalilka bilaabayso ee waxaan intay galeen uu ku dhex qurmayo ayaa hortooda calaamadiisu ay bilaabanaysaa qofkani waa qof iska nabad qaba jirkiisu waad aragtaa wuu qaylinayaa waa la igu dhegan yahay hadba qof baa u imaanaya wuxuu leeyahay xidmihii baa ku xidhan qof wuxuu leeyahay qabsin baa ku haya qof wuxuu leeyahay baadiyaha marka la joogo baadiyaha intaa cusbitaalka la gaari ayaa dhibaatada ugu weyn hortooda meesha cusbitaalka ka fid bay ka timaadaa oo qofka de marba nin baa loo geynayaa wadaad quraan saara wadaad yiraahdo jinniyaa maray kuwa yiraahdo ninkan il baa gashay kuwa yiraahdo intaas isagu wuu sii qaylinayaa marba marka ka dambeysa saacadba saacadda ka dambeysa wuu sii qaylinayaa de laasti marka dambe waxaa la geynaa soomaaliduna la timaadaa intaan dhaktar la geyn dab iyo xanuun meel ma wada galaan ninkii gubi lahaa ayaa loo geyn wax alla wuxuu ka bedelayo lama arko dabadeed waxaa la sameynayaa dhaktarkii baa la keenayaa dhakhtarkii marka la keeno kan kuugu horeeyaba ninkani waa qalliin baa lagu leeyahay hal meel keliyaa la taa hortooda bidixda kuma dhaco oo qabsinku kuma yaalla dhankaa midig buu ku yaallaa wuxuu ku yaallaa halkaa salacdaada ah meesha inta badan eernada iyo marka la qalayo ayuu ku taallaa meeshaasaa laba qofka dhabar dhabarkaa loo seexinayaa lugaha soo laabaa la leeyahay sidaabaa loo taaban taabashada alla taabtay saqafka inuu soo taabtaa suuragal ah hadduu baaran leeyahay ninkaa xanuunka haya waa taabashada waa go-aanka kama dambaysa hadduu 36-72 saacadood uu sii joogo total minti malaxdii iyo dhibaatadii iyo infectionkii adkaas waa dilaacay maalin afraad iska bedaa maalin afaraad maba gaarsiin karo maalin saddexaad hadduu kugu dhex dilaacana qalliinkaada iyo dhaqida lagu dhaqayo horta wax alla wuxuu ka bedelaya lama xidhihii iyo socodkiisi iyo wuxuu ka bedelaya lama arko sidaasbaa waxaan kale isagay gaar u tahay marka la qalayana xubin kale oo lasoo raaciya ma leh qofka midda labaadoo jirto qof walba oo caloosha laga qalo cadkaas waa la goyn adigu isagu cadka uusan waxbaba uusan lahayn calooshanba ma la furay jaanis baa loo helay sababta wuxuu soo kordhinaya ma jirto ma jirto marba haddii lagu furo waa intaasoo mar labaad isagu infection keenaya waaba layska kaa goyn sidaa dabaadeed marka qaylada ka timaada hadduu qofku uu qarsado oo wiliwan kuu sii wadaa waxa ka sii daran dadka gubaya oo dhaqanka ugasoo ah bahalkani jawaabtaada baan kuu hormariye waxaan qalliin ahayn duwo kuma leh ka hortag ma leh iska celi ma leh aan kaa dhexgalo doctore soomaalidu oo waxay u arkaan cudurkan trifinjetka ama cadka dheerigu qofku markuu qabaysto oo kaleeto haddii uu cuntay asagoo cunta cunay uu qabaysto kale way ku dhacdaa baa la yidhahdaa qalliin buu galaa haddii asagoo kulul intuu meel ka soo gal uu biyo isku shuboo kaleeto qalliin buu galaa baa la yidhahdaa arrimahaas waxaa ka jira maadaama doktorta oo iga ogtaa cadkani wax uu noo talaba ma laha ku ini waxa gala oo wax u keenayana waa wax un xiidmaha la marayay meesha xidmaha iyo malawadku iskaga dhegan yihiinna ku yaallaa qubays la qubaysto ulays lagu uleeyay kuleyl aad isqaboojisid wax macno ah uu u keeni karo maba jirtaba
محوجي كذا تلام بيا المضحى ميجيت كذا كذا شفته أتك ماشى كويا لما هي كلها حين كران سداس لكن تتقول فكرة قلت أنا وفكرة قلت أنا وانقرت هذين إمي سكون أربع دقيقة ما يلا يسوا انتي عنتيين ضد ما يبصبه أن قمبا انتي عنت مركي عنتيين سحرة ذا يقبيس كود عنت ذا كذا مبينس سيدات كقيلة أو كلا إلا إجاتك أفكار سالان مسؤول ما قالان مركي لما دقيقة ضد إجاتك أفكار قايل إلا ثمان دقيقة استمران تيجي هو يما هذا مسؤول شيء هذا يان كيلو قدي بس كسر نجاي يان كتب أي إجاتك ونفيس يا مركي أصدق نكو شاور إيه مسؤول شيء سي يقولي كيس كيس كجوا هل اللي عاس كله الكيس أفكار وابا للأكس بيبقى أتى بيرشده وقت عاس مركي فكرة داسي وفكرت قلت ها وانا كعلينينا عاد كاني هدو وحنوتره قشنكو اسكسو سأل لها قلي ويسيدا لغو رتيك را ها وكوسو وضا وميساتو كوسو وضا لحظة تقول لفتي ملك واحد دادك وشيغينا هدو قفكو حانو وكو أركس سلاع داس ويلي بردنك مديك وكو أركو ويوسن كو دك دكين انو اسقوبه qalinkii dibaatada ka dhacaysa waxa ka xumaanaysa meeshii yareed ee halka mitir ee laga qali lahaa ee halkaas salaacda hoosteeda ayaad nafra ka dhigaysa hadhow tiina calooshaada xudunta korkeeda ayaa halkaas xudunta saa loo kala wareejinaya haddana waa la sii wadaya maxaa keenay in intaas oo dhan la furo in intaas oo dhan calooshaada sida bannaanka loo dhigo maxaa keenay waxa keenay qofka gubniinkiisa keenay marka meesha la gubo ama maalin laba oo ku sheegay maanta isku aragtay waa in cusbitaalka qofku ku tago maalin labaad ka infection ku uu sii badan qeyrado waxa uga sii daran qofku cuntadii ku go'aya uu fuuq baxaya wax afka uu gelin karo lama arko oday ama islaam ba intee tibaato waxa la leeyahay haduu wax cuno xidmaha uu xirmay ma xirmin xidmo ولكن لدينا شيء وكان اوكل حنون كيس ملكا حتى سحاسك قال مسخو شيء وحن نفسدي او كسي علي دت كابا كوينيه ملكا دت كو حن لهنا كو ها ودي دين انه وحنو دكتور كولا دغدغا غبنين كان كداري واي غبنين كو نباتد ميد كلا حل داهيننا ساعدي الله لا سي داهبا سي بچور وي كسي حمانيسا صح أدي أدي نفتي سو خطر وكذا رغم كأنا قليل دك دك وكأنا لما شيء دك دك ما كيرو لكن ساعد الله حي ويه ويا دكتور ودم بين دودي سمحنا ما كرتا وقليل وين وقف قليل كاتو وين قليل كل قول دك دك وين عسبتال كل جيو وين فوق حسد اللي قدايو وين أن لجوبين تصالير تصالير وأد أمكوك إني سامحتوسي waxaan joogay erer heer center adiga 10 sano joogay nin baba hashane ay ku noqotay sax runtii xilligaas tareen baan noo socday aan balas baan lahayn markaan joogay hadda tareenkii dhulka uu ka go'ay meel kale uu ka maraa stationka tareenku meel fiican oo magaalada dhexdeedu noo marayay saaxiibkay buu ahaa ninkan masaadkan la jooga sax markii ba cusbitaalka aan ku keelay waxaan ku yiri ninkan waa qaliine kala gaara kala mar dalton hospital way annaga qaliin brigas ba aan lahayn sax waa almost waa 18 sano ka hor dabadeed ninkii reerkoodii qaliin markay maqleen way la warwareegeen maalintii koowaad nin ahlu cilmi iyo ahlu diin oo xaajiyo iimaanka masaajidku ahaaye qur-aan baa lagu jaray kadib annaga dhulkaa markaan joogno buur madow baan dhahnaa wixii naga koreeya oromada ah oo geedaha iyo dabka iyo waxaas dhan iyagaa loo doortaa dawa dhaqameedka shiiq baa loo keenay waa la gubay waa maalintii labaad maalin saddexaadkii waa lala orday waxaa la geeyey صالح الدين عسبتال اللي يلاهده هو كويا لا دين الأب مرضا مركي لقى قاضبه وحبكه وبقى من كرنا لويري وعبانتي صدحات
qaylada habeen iyo maalin iyo habeen iyo qaylada ninka ka yeelaysa already waxa la meeshii meeshii la qallaha waa waa yadi baa la gubay waa la gubay waa la iska sii joogay dhaqaatiirti waxa lagu tuulay dildar meeshii kuwaad u diray ayaa loo qoray waxa la noqdo adinka ayaa ninkan gubay geeridu suna afkay saaranta hadda diyaar kuun haybaa la yiri ilaa intay dilaacday oo malaxi ka buuxsantay oo jirkii oo dhan ay wada gaartay balkabal halis saddex maalmood oo kow iyo labo iyo saddex ah ayaa calooshiisa la dhaqay maxaa keenay dabkii baa keenay dawo qaadasho ma jirto horta iyada markaban waa in mijada lagu saaro amarkiina wuu qaadan waayey meeshii yareed oo laga dhaqaatiirtu waxay diideen in ay halkan marka markii la arkay inuu fuuray waxaa la yidhi ninkana way u dhammaataa la yidhi khalaas way dallaacday ayagu markaan saacadaha qalitaankay ku xisaabtamayeene badbaadada allah hayey tiisiina ma aysan noqon marka dadka waxaan kala kula dardaarmayaa xanuunkani waa xanuun degdeg qalin u keena haddaad isku aragtaan wax dhiba lama arko wax dhiba sida eernada yar ee halkaa jeexta iyo xuubkii yaraa aan ka sheekaynayna toddobaadkii oo kale ayay u sahlan tahay waxa lagaa qalayo waa wax intaa la-eg laakiin marka ay kugu dilaacdo halkaas ilamaa iyo gumaarka ayaa calooshaada la furayaa hadhow tiina meeluhu ku leey anigu waa qaldala eeg waxba ma qaban kara inta layga qalay eeg markiina muxuu lahaa xubin keliya intaa in laeg biro waaweyn loogu talagalaa ballaarinaya xuubka hadhow tii marka asagaba la gooya qofkaasi gurigaada aad baa la yidhaahdaa kalna marka meeqay qaadatay saddex maalmood baa dhaqitaankiisii ah toddoba iyo toban maalmoodna antibiyotic baa lagu wadaa urkii caloosha haddeede hal shay oo weli caloosha ku jira oo wasaq ah oo xiidmaha iyo ka korreeya ayaa dhib kale keenaya markii lasoo nadiifiyey ayaa lasoo dhaqay dhaqaatiiru ku dhimatay dhaqaatiirtu ku hoogtay dhaqaatiirtu saddex saf oo kala duwan ayaa calooshiisa dhaqayay adig waa la badbaaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin rafaadku waa kaas sidaa daraaddeed kulley talada ay weydiinayso u dambeysa maxaa dadka kula adi weydiinays waxa weeye ummad islaamaa nahay waxaanan aqoon alle sida asxaabtii oo kale alle iyo rasuulkiisaan aqoon aan dhahno waxa aan naqaanana aan ku camal falno waxa mar walba dhakhtarku kuu sheegana inaynaa diidin waxyaalaha yaryar ee qalliinka keeni karayana inaan waqti badan la siin halka saac oo kaasii dhumaba marxalada aad ku jirtaa kasii xumaanaysa si degdeg ay ku sidaa daraaddeed xanuunkani waa xanuun horta ilaahay ha naga halleeyo malaha kuunkii ruux ayaa qof laga arkaa cusbitaalka inta la joogo saa uma tiro badna marka qofka la keenana eernadaa ka tiro badan xuubka hoosoo dilacaa ka tiro badan marka qof walba waxaad adiga horta nafsadaada maamuli kara soomaaliduna waxay tidhahdaa nin bukaay boqol u talisay marka boqolka taladooda go-aankaasaga iskale haddana haddii ilaahay nooma keene aad isku aragtaan waxaan ilaahay baanu ka hoosgalnay inaan jirkeenna anagoo noolno nala googoyn oon laba jeer aan nala kala aasin marka taladeedu waxaa weeye haddaad isku aragtaan xanuunkaas dhanka midigta ah ee salaacda korkeeda waa sii taabanayaa wixii reediyow naga dhagaysanayana oo na arkayna dhankaas midig lugta midig ku beeran iyo gacanta midig meesha ka hoosaysa xudunta oo midigta u badan ayuu xanuunkaa inta badan lagu arkaaye qofkii isku arko dhakhtarkaada la xiriir haddii uu xanuunku kugu batana ha gubin ha gubin.
مركا ثلاثة عصام قوسو سمينية أد يوم حسن تاي دكتور عبد الرساق محمد حرسي دكتور فري تضبات كان برامج كيني وكي هليني عد كديري حيد ما كوي الله انت حسن قوسو أفميرنا سؤال بدنا كاوي دي داودي عشان تيو أو وفي السيسي دكتور مركا لو انك هم هدعلني داودي الآد يوم حسن تي محنو مهدعلني لما أنا خابت يقلق بغاتي لانتا دوبستكا لانتا هبينكا لانكا سيدوك لانتا هودا أيون هذا أيون هذا علنا مركز داود لما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.